أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلاً ومرحباً بكم في الإسكولا. أنا برحب بكم في بداية الترم الجديد، وأرجو أن احنا نكون استفدنا من الترم الأول من دروسنا وفيديوهاتنا اللي احنا ادينا لكم دعم بيها علشان تحققوا أعلى الدرجات، ونفسنا كمان أن انتم تكملوا متابعتنا وكمان تعملوا لايك للفيديو وشير علشان توصل لأكثر الطلاب في كل مكان. احنا بنقدم لكم خدمة تعليمية ممتازة علشان خاطر تحقق الدرجات النهائية، وما تنسوش معانا الدرجات الأولى معانا على الإسكولا، وأهلا بكم في الترم الثاني. والنهاردة معدنا مع أول دروس الوحدة الأولى، وهو نص قرآن جميل جدا عظيم، في حكمة وفي موعظة عظيمة يجب أن احنا نتعلمها. الدرس اسمه طريق السلام، واحنا عارفين أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وفي المنهج السليم اللي دي لو صار الإنسان في حياته هيحقق النجاح في الحياة، وكمان لو التزم المجتمع بالتعاليم اللي موجودة فيه هيترابط المجتمع ويقوى ويكون من أفضل المجتمعات. باين من اسم النص ومن اسم الدرس إنه بيتكلم على طريق ومنهج، لو صار ومشى فيه الإنسان هيحقق النجاح في الدنيا والآخرة. طريق السلام، السلام هو السلام الداخلي للإنسان، السلام هو السلام اللي يعم بين الناس في المجتمع، السلام هو معاملتك السليمة مع الآخر، مع البيئة، ومع النفس. يلا بينا نتعرف على النص الجديد، طريق السلام. الوحدة الأولى، الدرس الأول، طريق السلام. طبعاً نص قرآن ودرس محفوظات، بس قبل ما نخش في الدرس كده وفي غماره على طول، يجب ان احنا نقول ايه طريق السلام، يعني ايه السلام، فايدة السلام ازاي، امثلة السلام، عشان نفهم يعني ايه السلام بالظبط. يجب ان يسير الانسان في طريق السلام. ليه؟ الذي يحقق السلام ده بيحقق الامن والاستقرار. لو تحقق لك الامن والاستقرار تعرف تدرس، تنجح في دراستك، واللي بيعمل ينفع يعمل ويطور من عمله، ينفع يتقدم الوطن ويزيد الانتاج في الجو ده. انما الجو اللي فيه بقى الحروب والخطر وفي حاجات ما ينفعش ان الدوله تنمو فيه او الانسان يتقدم ويتحسن. ويجب ان يبتعد الانسان عن اتباع طريق الشيطان. ليه؟ لانه طريق الفساد والخصام، يؤدي الى الذي يؤدي الى الخوف والقلق والعداء بين افراد المجتمع. ويجب عدم الانحراف عن طريق الاستقامة حتى لا نتعرض لعقاب الله. عارف الصح ايه؟ امشي في الطريق السليم. طب ما المقصود بالسلام؟ السلام مع البيئة، فيجب علينا الحفاظ على البيئة وعدم تلويثها. السلام مع الآخر، يجب انك تتقبل الآخرين بديانتهم وآرائهم وأشكالهم وألوانهم وطريقتهم ولهجتهم. تعلقش على حد، لأن ربنا بيفاضل بين الناس بالتقوى والإيمان، إنما ولا بالشكل ولا أي حاجة تانية. السلام مع النفس، يعني يجب أنك تكون راضي بحالك، أخلاقك اللي في قلبك أخلاق هادئة وطيبة بتساعدك على العيش في سلام. النص القرآني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. من سورة البقرة الآيتان 208 و209. نعرض الكلمة ومعناها. السلم، السلام. كافة، جميعا. خطوات الشيطان يعني طريق الشيطان، ومبين يعني ظاهر واضح.
زللتم ضللتم عن الحق. البينات البراهين والأدلة. عزيز قوي قادر حكيم يصرف شؤون خلقه بحكمة. الكلمة وجمع الشيطان الشياطين عدو أعداء عزيز أعزاء حكيم حكماء خطوة خطوات البينة البينات والذي الذين. كلمة هو مضادها آمنوا مضادها كفروا ودخولوا مضادها خرجوا السلم مضادها الحرب وكافة مضادها أفرادا تتبعوا تخالفوا وعدوا مضادها صديق مبين خفي وزللتم عكسها اهتديتم أما بعد مضادها قبل. قبل ما نعرض الجماليات يا جماعة عايزين نرجع كده للآية تاني رجعنا تاني للآية علشان بس إيه عاوز أتناقش معكم فيه. يا أيها الذين آمنوا مش داني ده إذا عنده أسلوب نداء مين اللي بينادي؟ الله سبحانه وتعالى ينادي على عباده المؤمنين لأن ده دليل على حب الله لهم وأنهم يحبون الله ويطيعون أوامره. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في طريق السلم اللي هو طريق السلام. السلام بقى مع الناس والسلام مع البيئة ومع النفس كل إنسان هادئ النفس كده. وطريق السلم المقصود به طريق السلام إن الإنسان ما يبقاش معادل الآخرين. كافة يعني إيه كافة؟ الأمر موجه لكم كافة لكم جميعا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وخطوات الشيطان يعني طريقه اللي هو طريق الفساد والخصام اللي بيؤدي إلى الخوف والقلق والعداء بين أفراد المجتمع. طب ليه لا نتبع خطوات الشيطان؟ عشان العداء الأزلي اللي بين الإنسان والشيطان. الشيطان يريد أن يغوي الإنسان ولو هو غوى الإنسان هينتصر. إنه لكم عدو مبين يعني ظاهر. فإن زللتم لو أنتم ضللتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات يعني لو ضللتم عن الحق بعدما كنتم مهتدين يعني نسيتوا الآيات والأشياء اللي ربنا أثبت لكم بيها وقدرته وإيمانكم كان موجود بيها أنتم نسيتوها بقى وضيعتوها وانحرفتم عن طريق الاستقامة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. تحذير أهو علشان نبتعد عن طريق الشيطان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا إن احنا نبتعد عن الشيطان لأن هو طريقه طريق الفساد والخصام ويؤدي إلى الخوف والقلق والعداء بين أفراد المجتمع. مظاهر الجمال اللي احنا شفناها أول حاجة يا أيها الذين آمنوا ده نداء للمؤمنين في تعظيم وتكريم لهم ربنا بيعظمهم وبيكرمهم. ادخلوا في السلم أمر مش ادخلوا ده فعل أمر يبقى ده أمر للحث على الدخول في إيه؟ في السلم والابتعاد عن العدوان. والعدوان يعني العداء وهو عكس السلم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان أسلوب نهي لا زائد الفعل المضارع والمفروض بقى ان هنا في طلب عدم عمل شيء لا تتبعه. اسلوب نهي للتحذير من ايه بقى؟ من السير في طريق الشيطان الذي يؤدي الى هلاك الانسان. انه لكم عدو مبين. فاكرين ان دي من الترم اللي فات وان للتوكيد شطار يبقى ده اسلوب مؤكد وسيله التوكيد بتاعته ان تعبير جميل يؤكد عداوة الشيطان للإنسان يؤكد. طب إيه الوسيلة بتاعت التأكيد؟ إن يبقى يؤكد وسيلة التأكيد إن آخر مظهر جمال فاعلموا أن الله عزيز حكيم أسلوب أمر للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة. هنبص على بعض الأسئلة. من الذين يناديهم الله تعالى مخاطبون وعلام يدل النداء؟ المخاطبون في الآية هم المؤمنون ويدل ذلك على حب الله لهم وطاعتهم لله.
طب في الايات نداء شفناه وامر ونهي، تعرف تطلعهم لي؟ النداء فيه يا ايها الذين امنوا، الامر في قوله تعالى ادخلوا في السلم كافه، ونهي قوله لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا امرنا الله بالدخول في طريق السلم؟ لان الانسان عندما يدخل في طريق السلم يحقق له الامن والسلام. طب ليه نهانا يعني حذرنا الله من اتباع طريق الشيطان؟ نهى عن اتباع طريق الشيطان وهو طريق الفساد والخصام الذي يؤدي الى الخوف والقلق والعداء بين افراد المجتمع، والشيطان عدو للانسان. كيف يتبع الانسان خطوات الشيطان؟ بان يعصي الله مثلا، ويفعل ما نهانا الله عنه مثل ايه؟ الكذب حرام، والغيبه حرام، وشرب الخمر والقتل وكل المعاصي. مين اللي بيأمرك بالمعاصي دي؟ الشيطان، لأن الشيطان عدو للإنسان يريد هلاكه. مما يحذرنا الله تعالى في الآية الكريمة، وليه حذرنا من ذلك؟ طب فين الآية؟ الآية بتقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. مما يحذرنا الله تعالى في الآية الكريمة، قلنا بيحذرنا من الانحراف عن طريق الاستقامة. طب لماذا حذرنا الله من ذلك؟ لأن ذلك سيعرضه لعقاب الله القوي القادر الذي يصرف شؤون خلقه بقوة وحكمة. ما صفات الله تعالى الواردة في الآية الكريمة؟ صفات الله في الآية أنه عزيز يعني قوي قادر لا يغلب، وحكيم يصرف شؤون خلقه بقوة وحكمة. لماذا يحذرنا الله من الانحراف عن طريق الاستقامة؟ ذلك التحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة، وحتى لا نتعرض لعقاب الله القوي القادر. أنت هتعرض نفسك للعقاب وهتروح النار، وإحنا عايزين ننجو، لأن كل حياة المؤمن الهدف منها الوحيد أن تدخلني رب الجنة. من أي سورة كانت الآيتان الكريمة؟ من سورة البقرة. ما الذي ترشد إليه الآيتين؟ أول حاجة أن الإسلام يحث على السلام، وأول آية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا أمره، ادخلوا يبقى بيحثك ويشجعك على الدخول في السلام، ادخلوا في السلم كافة. ثاني حاجة البعد عن طريق الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ليه؟ لأنه عدو مبين للإنسان. ثلاثة عدم المعصية والتمسك بطريق السلام. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة ونهاية درسنا طريق السلام. أرجو أن احنا نكون عرفنا أن السلام هو الذي يوفر للإنسان الأمن والاستقرار، يقدر يقوم بعمله ودوره في المجتمع، يقدر المجتمع بالسلام أنه يتقدم ويرقى ويكون من أفضل المجتمعات. النهاردة كمان اتعلمنا أن احنا نبتعد عن طريق الشيطان، لأنه طريق الظلم والفساد اللي بيؤدي إلى الخوف والقلق والعداء بين أفراد المجتمع. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا طريق وحذرنا من ان احنا نبتعد عن طريق الهداية، ولو ابتعد عن طريق الهداية هتعرض نفسك لعقاب الله القوي القادر. استنونا في الحلقات الجاية، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة علشان توصل المعلومة لأكثر تلاميذ الصف الخامس في كل انحاء مصر.